على فكره حبيبتي ليكي خبر حلو عندي قوي قوي قوي. طب ما تقولي يا حبيبي مستني ايه؟ بص يا ستي، انا ترقيت وبقى لي مكتب لوحدي، وبكره هعين سكرتيره خاصه بيا. ايه بس بقولك ايه، لازم اللي هتعينها دي تبقى وحشه قوي وما بتعرفش تلبس ولا بتحط غرفان ولا بتضحك وتكون كشريه ونكديه، فهمني ولا لا؟ تمام يا حبيبتي، تستلم الشغل من امتى؟ ها؟